صباح النور، صباح الخير عليكم، كيف صبحتوا؟ شو بخيرين؟ هانيين الحمد لله، الله يبارك فيكم. الحمد لله، اليوم 12 في شهر شهر الجوج 2024. اليوم غندير واحد الموضوع كون عقلتو الدرس. اسمحوا لي، البارح كنت مشغول، ما درت بزاف ديال الشغلات البارح. ايوا، خدينا داي اوف تيقولوا هنا في امريكا، دينا النهار ديال الراحه. ماشي نهار الراحه، ولكن كانت عام اخر. على كل حال، طوش عليكم. اليوم عندنا واحد الموضوع مهم بزاف. عقلتو الدرس الاخر كنا هضرنا على الكاريكاتير بزاف، وغادي نديروا واحد هذا الموضوع اللي غنهضر عليه. خصني ندير واحد السوجي ديالو هنا. السوجي ديالو هو غادي عاد غادي نديرو عقلتو على داك الراجل منفوخ. غادي نديرو هذا الراجل هذا، عاد ندخلو في الموضوع. مهم بزاف بزاف بزاف، مهم هذا الموضوع، هذا سوسيولوجي وسياسي واجتماعي وكلشي. ف غادي نبداو ب النوع فكنتمنى كتشاهدوا ليكسبريسيون مزيانه ديال هاد السيد اللي هو اللي كيعتبر راسو فوق الناس كلشي. غير لاتيتود، يعني الحاله ديالو كتبين. هنا هاد الناس يكونوا ناكسيستيك، ناكسيزيزم، عندهم لا مالادي ناكسيزيزم. ناكسيستيك بيبل ديما كيوضع راسو، كي امبوزي راسو على الناس،
هاد النارسيزم فيه انواع. انا من خلال مراحل اللي شفت انا وعشت فيها مع الاكسبيريونس مع الناس، وكنشوف كاين واحد النوع نارسيسيزم ديما كيقول انا 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 ديما انا، ملي تيبغي يهضر شي موضوع انا ما كندير انا كندير انا ما كنديرش انا 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 ديك انا. كاين واحد النوع اللي ما تيقولش بزاف انا، ما كيستعملش انا، كيستعمل بطريقه ذكيه، كيستعملها كي امبوزي ديما عنده الحل، ديما ما تلقيش السؤال، ما عمرو كيطرح السؤال، ديما هو عنده الجواب. تيكون نارسيسيزم، تيكون عنده نارسيسيزم. هاد الناس هادو هاد النوع تيكونوا تتكون عندهم لا مالادي بحال لي زالكوليك اديكشن، بحال لي زالكوليك. فهاد الناس صعيب باش تكريتيكيزم، باش دير الكريتيك عليهم صعيب صعيب، لانه كيبني واحد الكادر، واحد الكادر كيدور بهم واحد السور ديال البيتون، وما يمكنش توشي هذاك السور ديال البيتون، داك ديال السيمون اللي كيبنيو داك الكادر عليهم، ما يمكنش توشيه. فإلا توشيتي هذاك إلا قستيه كيحس بالهيميليشن، كيحس بالهيميلاسيون، كيحس بديك يعني كيحس براسو تحتقر. هاد النوع ديال البشر بحال هاد النوع ديال البشر بحال هاد النوع ديال الناس ما تيخصهمش يكونوا في اسمو في يعني كيختاروا باش يكونوا شعبيين. فمثلا تيحطوا يوسف في واحد القيمة، كيوضعوا يوسف في واحد القيمة، وباش كيوضعوا يوسف في واحد القيمة كيفرضوا الوجود ديالهم، كيفرضوا الوجود ديالهم، باش كيفرضوا الوجود ديالهم، ما كيكونوش معزولين من المحبة ديال الناس مثلا باش يحطوهم في واحد البوست، لا تيفرضوا الوجود ديالهم. ملي كيفرضوا الوجود ديالهم اللي ما تيعرفوش، اللي ما تيشعروش به، وهو قد ما وليتي مشهور قد ما كتحط راسك في واحد الشعبية، وبالأخص هاد الأول هاد الوقت اللي كنعيشوها ديال التليفونات وديال الكمبيوترات وداكشي، قد ما كتكون مشهور قد ما أنت معرض للكريتيك. دونك الى غادي تحط راسك مع البيبليك، تحط راسك يعني اسمه، تقبل تكون وزير، ولا تكون انسان عادي، ولا تكون ممثل، ولا تكون، تقبل، خاصك تقبل، خاصك تعايش مع الكريتيك، خاصك تعايش مع الكريتيك. هذا هو هذه هي البيئة باش تكون شعبوية، باش تكون مشهور، باش تكون شعبي. هذه هي البيئة. انت معرض للضرب، معرض للهضره، معرض للكريتيك، معرض. تقدر، انا ما تنقولش السبان انسان خصو يسب، واحد الانسان لا خصو يحترمه، ولكن الا عنده شي قذف بغى يقذف ليه غادي يقذف ليه بالحقيقه ديالو، يعري عليه بداكشي اللي تيقول او داكشي اللي كيدير. فعلاش درنا هاد علاش درنا هاد الشخص اللي هو نارسيس، اللي هو نارسيس، اللي هو كيشوف راسو الفوق على الناس اخرين، اللي هو تيقول انا انا، او اللي هو تيفرض الوجود ديالو بطريقه يعني نقولوا ذكيه، ماشي ذكيه، وانما تطور يعني كيكون طبيعي، لان تيكون هذاك الانسان هو عنده ذكاء، ياك تيكون عنده ذكاء، ولكن مع الكيفيه ديال الطبيعه اللي عاش فيها، ومع الاعانه اللي لقى على من يساد اللي قاوموا ووصلوا باش يقراوا باش يثقفوا باش يسمو، تيستعمل داك الشيء. فهذا سلاح. فهنا علاش كنهضروا على الشخص هذا اللي هو نارسيس، فهو تيكون تيكون ممثل في الحياة ديالو، تيكون ممثل، تيعمل أدوار هو في الحياة ديالو شخصيا، كيدير أفلام، كيمثل، تيقدر يمثل، كيقدر يتسيف. ولكن حنا غنرجعوا لهادشي ديال التسيف، ولكن هاد الانسان راه ما عمرو كيتبدل. شي هاد انسان راه تيدير الغلاف، كنقولوا حنا بالدارجه تيلبس البطانه ديال الديب ديال الخروف، هو ديب، هو ديب كيلبس البطانه ديال الخروف. غادي نعاود لكم القصه ديال الخروف حتى هي. فهاد الانسان اللي كيلبس البطانه ديال الخروف هو ديب في الحقيقه. نهار اللي كي اتاد كيوصل المرحلة اللي كيضرب عليها هو، كيوصل ليها،
كاين واحد البطانه عاد كيبان الحقيقه ديالو، عاد كيبان بانه هو ديب. وتيقولوا الناس كيفاش هذا الانسان هذا كان كي مزيان وكان كيناضل وكان كيهضر وكان كيقول ودابا تقلب ودابا تبدل. لا ما تبدلش، ما عمرو تبدل. انتوما ما كنتوش كتشوفوا البطانه ديال الخروف اللي كان لابس، ما عمرو تبدل. الديب ما كيتبدلش، الديب ما عمرو كيتبدل، تيبقى ديما ديب، كيموت ديب عمرو كيتبدل. لما هو حيالي الديب، الديب حيالي. ف إذا كنت رجل القضية ديال الديب حيالي، كيفاش الديب حيالي؟ واحد غيقول لي الديب حيالي، كنعرفوا كنسمعوا ديما الديب حيالي. عطينا شي اكزامبل، عطيكم واحد الاكزامبل. هذا واحد هذه واحد الموت، الموت موت يا جماعة، الموت ديال الأبقار، الموت ديال الديوبة، الموت ديال نقدروا نقولوا الموت ديال السبوعة. إذا سمحتوا غندير غير بالخف داكشي، غندير غير بالخف، غادي ندير غير بالخف داكشي، سمحتوا ليا. هذه واحد الموت ديال السبوعة، هذه واحد الموت ديال السبوعة اللي غاديش نطول عليكم. اختصار، غادي نختصر باش ما نطولش عليكم. السبع الاخر كانت عندهم واحد الحصية، كانت عندهم واحد الفيرما، هما اللي كيحرصوا على هذه الفيرما هذه. وهذه الفيرما بون ضيقت شويه، درت هاد السبع كبير وسبو. هاد الفيرما سيادة حنا نديرو الباب ديالها صغير باش نشوفوها مزيان، الباب ديالها صغير على هو. الباب ديالها كيتحط هنا، هما ديما عاسين على هذه الفيرما هذه اللي عندهم فيها
عنده فيها خرفان، حنا غادي نديرو بزبدة باش ما نعطلكم شوية. غادي نعاود عندي فيها الخرفان، هما اللي تيحرصوا على هاد الفيرمة هادي، نديرو لأن هما عندهم فيها الخرفان، لأن الخرفان هادو هما اللي تيحرصوا عليها. اوكي، فواحد النهار ولاو تيقلوا هذوك الخرفان، ولاو تيقلالو. راه كاين اللي سمع هاد القصه اللي ممكن هذه اللي عاودت قبل فيها، بس نعاودها لان كاين ناس اخرين اللي ما سمعوهاش. فهاد السبوعه هادو كانوا كي يديروا لي الفاج، كيربيو هاد الخرفان منها كيتقوتوا، ولكن ملي كي ديسيدي واش غادي ياكلوا اليوم، غادي ياكلوا خروف ولا جوج ولا ثلاثه، تيحسبوهم ديما كيحسبوهم. وملي كيبغي يرعاوهم يخرجوهم من الفيرما، السبوعه كيكونوا قدام الباب وتيراقبوا، واللي ضعيفه واللي مريضه كيعزلوها باش كياكلوها. واحد النهار بداو كيقلوا هذوك الخرفان، بداو كيقلوا هذوك الخرفان، هما اتفقوا السبوعه قالوا هذا كاين شي حاجه، شي ديب هنا تيخونا الخرفان، وحنا عندنا الصور وكيفاش هادشي كيوقع. بداو كيراقبوا زعما، بداو كيراقبوا، بداو كيراقبوا، بداو كيردوا البال اسمو. ملي بداو كيهضروا وكيسولوا، كيسولوا الخرفان، تيسولوهم واش بات لهم شي حاجه ولا شي حاجه. الديب اللي كاين ولابس البطانه ديال الخروف خدا المعلومات، اش دار؟ غد ليه كما القاعده، ديما هو كيخول الخروف يلوحو من الحيط كيجيو العائله ديالو يديوه. قال لهم غادي تجيبوا لي الصباغه كحله، غادي تجيب لي واحد السطيله شيتا صباغه كحله، انا بغيتكم ضروري ضروري تجيبوها لي، جيبوها لي دابا كنتسنى. مشاو دبروا لي على حك ديال الصباغه كحله وبالشيتا. اش دار الديب؟ شد واحد الخروف ويصبغو، صبغو كحل. دابا اش دار هو؟ خلا حتى ظلام الحل، لان الصباح غادي يبداو يخرجوا للمرعى وغادي يبداو يتحسبوا. دابا السبوعه دي السيده باش غادي يقبطوا الديب، غادي يحصلوا، خصهم يحصلوا الديب. اش داروا هما؟ اش داروا هو؟ ناض بالليل صبغ واحد الخروف، عزل واحد الخروف مضخم ويصبغوا بالكحل. ناض الصباح جات الوقيته، السبوعه واقفين قدام الباب وخرفان هما كيتسناو باش يخرجوا، عطاهم الاذن داو كيخرجوا. ديب اش دار؟ درك داك الخروف الكبير السميد، درك به وتمو جايين. دابا السبوعه ملي بداو كيحسبوا واسمو، بان لهم حيت الخرفه كلهم بيضين، بان لهم خروف كحل، كله كحل، ما عمرهم شافوا الخروف كحل. تلاهاو بقاو كلهم كيتابعوا، كيشوفوا بعضياتهم وكيشوفوا في الخروف كحل. والديب ويدوز خرج من الباب وخرج مع دوك الخرفان الاولين اللي هما ترقبوا. وهكذا سيادنا باش الديب سلك راسو. شنو معنيتها ديال القصه هذه؟ شنو معنيتها القصه هذه؟ تيقول لها كيسميوها البلاك شيب بالانجليزيه، يعني الخروف الاسود. فملي هادشي كيعملوه، هاد الطريقه هادي كيعملوها كاع، ماشي غير المغرب، ماشي نقول لكم المسؤولين المغرب كيعملوا هاد الطريقه هادي، العالم الدول كلها كدير هاد الطريقه. انا ما كتبقى قضيه حريه التعبير، تتبقى حريه التعبير المساله، مساله كتبقى حريه التعبير. الدول كلها وسيرتو الامريكان كيلعبوا على هاد القضيه، سيرتو الامريكان وفرنسا، سيرتو هاد الدول هادو كيلعبوا على هادشي، كيلعبوا هاد بلاك شيب. ديما تيصبغوا لك خروف في الانتباه ديالك فاش كيمشي للخروف الاسود، وكتخلي الكره كدوز لهاد الجهه، كدوز في الشبكه كيما ركوب البيت.
وهذه طريقه كيديروها السياسيين. حنا اكثريه كيديروها كانوا كيديروها الريبوبليكان. هنا الريبوبليكان ملي كيديروا انتخابات يقربوا انتخابات يبدا يقول لك كانوا كيديروا هذه القضيه ديال التيروريزم وديال شتي ترامب على من لعب فين دار الدور ديال بلاك شيب؟ دار على الميغراسيون، وحط المكسيكان حطهم في بلاك شيب، دارهم بلاك شيب، قال لك هما اللي كيديروا الدروغ، هما اللي كيجيبوا الدروغ، هما اللي كيديروا كيسرقوا، هما اللي كيديروا اسمو، رد لي مكسيكان بلاك شيب باش جر الانتخابات. انا غادي ننقذكم. ديما هاد البوليتيسيان ديما تيعطيوك الامل، ديما تيخصهم يعطيوك الامل. وناس هنا تيبان لكم واحد ماشي كنقول لكم عامة، ماشي كنهضر على المغرب، هاد الشيء راه عامة، إلا بعض الدول اللي هي فريمون ديمقراطية، فريمون اللي كتحترم المواطن والمواطن كيحترمها. نعطيكم مثال، سويسرا دولة ديمقراطية، ما كتلعبش على هاد. إيه كاين بعض المناضلين، كاين بعض الناس في الأحزاب ديالهم سيتو من سويس ألمان، لأن سويس ألمان عندهم الأغلبية، سويس رومو عندهم مينوريتي، ولكن كيلعبوا على هاد القضية، ولكن كيلعبوها في واحد الطريقة لصالح البلاد. بحال مثلا ملي كانت انتخابات ماشي وسويسرا تدخل لوروب، تدخل تولي في الدول الأوروبية تحسب من الأوروب أو لا، سويس ألمان عزلوا اختاروا لا، وداروا البروباغندا ديالهم، ولكن ديك البروباغندا ديالهم كانت صالحه. انا شخصيا لو كنت سويسري ما ندخلش لوروب، بلاد صغيره غتكل غتحل لي فرونتيير اسمو، غادي تعمر بلاد صغيره، غتعمر يجيوك دوك، يجيوك لي رومان، يجيوك فهمتي، الدول الفقراء ديال البيس لوروب غادي يجيو، غادي يكرفسوها سويس بصراحه. نرجعوا للموضوع ديالنا ديال القضيه ديال بلاك شيب. فالريبوبليكان كانوا كيديروا هذه القضيه ومازال كيديروها، مازال كيلعبوا على هذه القضيه ديال بلاك شيب، مازال كيديروها. فدازت انتخابات اللي دازت قبل ترامب كانوا كيلعبوا على القضيه ديال التيروريزم، كانوا كيديروا التيروريزم، ماشي بعيد هما يغرسوا التيروريزم، هما يديروا بالعاني، هما يديروا القنبول ويديروا بحال اللي دار اسرائيل، بحال اللي دار اسرائيل. فانا اعطيكم واحد النقطه مهمه اللي اكثريه فيكم مثلا ما تحت ليه الفرصه باش غادي يشد الطياره، باش غيدوز للمطار، باش غيشوف شنو وقع. هاد لا سيكوريتي ديال السيكوريتي ديال التقلب، ديال التقلب حيد الصباط وحيد هادي وحيد السروال وحيد كذا كذا حاجهكم. منين جا هادشي؟ منين جا؟ الأصل ديالو منين جا؟ جا من التيروريزم، ياك؟ وشكون اللي خلق التيروريزم؟ وعلاش تخلق التيروريزم؟ دابا تيقول لك واحد المثل، تيقول لك إلا بغيتي تحصل القاتل، إلا بغيتي تحصل القاتل تبع الفلوس فين كاينة؟ تبع الفلوس في الغداء. شكون المستفيد؟ هادشي معروف في علم الإجرام. فعل الاجرام في لونكيت ديال البوليس، ملي كتوقع شي روح، كتوقع شي قتيلة، او كتوقع شي حاجه، اشنو كدير؟ كتشوف شكون اللي غيستافد، شكون اللي غيستافد منها، راه هو القاتل اللي غيستافد منها، هو القاتل. ف رجعوا القضيه ديال التيروريزم، شكون اللي يستافد من التيروريزم؟ شكون اللي يستافد؟ اسرائيل استفدت. كيف استفدت؟ نقول لكم كيف استفدت. اولا ضربوا عصفورين بحجره واحده، اولا داروا لنا اوتوكولون للمسلمين، داروا لنا اوتوكولون كتسمى ستيغمات، ستيغماتيزي، لان كان بعض الدول مثلا نقولوا كيف ستيغماتيزي، مثلا كنقولوا ايطاليا، كنقولوا ايطاليا كتسمع مافيا، كتقول ايطالي كتبان لك تصويره مافيا، كتستيغماتيزي الناس البلدان بحال هذا الشكل، كتقول المكسيك كتقول كارتيل، مثلا كولومبيا كارتيل، هذه ستيغماتيزاسيون. المسلمين ما كانش عندهم هذه ستيغماتيزاسيون، ما كانش عندهم
كانت هاربه عليهم، كانوا كيقولوا هضره، ولكن ما كانش واحد الاسم، ما كانش واحد الاوتوكولون اللي لصقوا واحد الاوتوكولا. هما يديروا خلقوا التيروريزم اللي كدير دابا مسلم تيرورست، ستيغماتيزي، هذه كتسمى ستيغماتيزاسيون. فشكون اللي يربح من نقولوا الا بغيت تعرف القاتل تبع الفلوس. هنا دابا ماشي مساله فلوس، مساله ان بوت، يعني شكون اللي استفد من هاد ستيغماتيزاسيون؟ هما اللي استفدوا، لانهم كانوا كيقلبوا لنا على اسم، كانوا كيقلبوا لنا على اسم، هما يديروا لنا البياج، داروا لنا الاسم. دابا ولينا مسلم عربي، دغيا كتبان لهم الصوره، دابا بنادم دغيا مصوره لديك الصوره في الدماغ ديالها، كتقول لي عربي مسلم، كتخرج الصوره ديال باللي هذا ولا فهمتوا فهمتوا. هذا هو هذه هي كتسمى ستيغماتيزاسيون، وهذه كيديروها لي بوليتيسيان. وانا تنقول لكم، انا كنقول لكم بصراحه، التيروريزم ما كانش التيروريزم اللي كنعرفوا حنا، التيروريزم ما سمعناش عليه والميديا ما هضراتش عليه، هما الاسرائيليين هما اللي كانوا تيروريست، هادو كلهم كانوا تيروريست، كلهم كانوا كيديروا لي بومب اكاز لي زونغلي، اللي كانوا الانجليز ملي كانوا حاكمين ميدل ايست، باش خرجوهم، ماشي باش خرجوهم، انما كان الطريقه كانت واحد المفاوضه من تحتيها، ما قالوا لهم نوضوا ضربونا، فهمتي، ضربونا وديروا لي بوم، حنا غادي نخرجوا زعما راه خرجتونا. ما كانوش ماشي ما كانوش قوه من الانجليز، الانجليز كانت امبراطوريه كانت تحكم العالم، كيفاش انتم تجيبوا فئه مرتزقه تجيبوا الكلاطات ولي بومبوس وتخرجوا الانجليز من 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 من, من فلسطين؟ لا يعني مسألة لوجيك. لا هضرنا على نرجعوا للموضوع ديال شو مشينا من بلاك شيب، دخلنا في الموضوع، رجعوا للموضوع ديالنا ديال شو الموضوع ديال النارسيسيزم. النارسيسيزم لي نارسيسيك اللي في هاد لا مالادي ديال النارسيسيزم هو اللي تيهضر ديما على راسو او كي امبوزي راسو في وسط الجماعه. كتلقى واحد الانسان ديما هو تيدير تيكون حوار، ولكن ديما هو تيخرج بشي كلمه، ديما هو تي امبوزي راسو، وبعد خا تيقول لك اش خصك تقول، بعد خا تيقول لك اش خصك تقول، بعد خا هو اللي كيعطيك الحل، بعد خا تولي بدون ما يسول، بدون ما يسول، بدون ما تسول، غالبا ما كتطلبش انت الحل. واحد القضيه ديما كيلقاو لك الحلول، ديما الناس تيلقاو لك الحلول، ديما كيعطيوك الحل. انا ما سولتش على الحل، ما طلبتش الحل، ديما هما كيوريك دابا بحال تيقول لك خاصك تجوج مثلا، خاصك تجوج، خاصنا مبروك على مرأة، خاص. انا ما سولتش على مرأة وما سولتش على الجوج، انا هنا كنشرب معاك اتاي، كناكل معاك، كنسمو، خصني موضوع اخر. هذه مسألة شخصية ديالي انا، انا نهار اللي بغا نعمل ديسيزيون واش غنتزوج راه غادي نمشي نعمل ديسيزيون، ماشي بالشرط غادي نتزوج على طريقتك انت، غتقول لي خصك تزوج. انا كنعطيكم مثال، فكاينين بعض الناس اللي هما فيهم النارسيزم، ديما خصو امبوزي راسو عليك، ديما هو خصو يوريك اش غدير، وديما تيوريك هو راه تيعرف ما وراء داكشي اللي كتعرف انت، ديما هو عالي عليك. هاد النارسيزم، وهاد الناس هادو مراد بالنارسيزم، وهاد الناس ملي تيكونوا في هاد البوزيسيون مثلا تيكونوا شعبيين، تيكون عندهم الشعب، ملي تنقولوا شعبيين تيكون عندهم شهرة، تيكونوا مثلا في الدولة ولا تيكونوا اسمو، تيكونوا مراد، يعني باش تقيسهم، باش تكريتيسيهم، تيفاجروا، ما تيقدروش يتقبلوها، تيخصهم خصو يفرض عليك عاوتاني، خصو يفرض عليك يبين لك بأنه هو عنده الدروج عاليين، هو عنده السلوم ديالو طويل على سلومك، خصو يطلع هو الفوق، ديما هو خصو يطلع الفوق. دونك ماشي غادي نعتو غير في مثلا وهبي، ماشي غادي نعتو غير في وهبي، هذه يقدر يكون وهبي عنده هذه الحالة هذه، ويقدر يكون واحد آخر، يقدر كاع يحيد وهبي يجي واحد آخر. مشكل. يعني هنا فيها نرجعوا
كنرجعوا لديك التواضع، كنرجعوا للتواضع. دابا هاد النارسيزم اللي وقع، اللي تسبب في الاعتقاد ديال الطوجلي رضا، راه باين واضح. رضا مناضل مواطن، تيهضر على بلادو، تيغير على بلادو، باغي يصلح، كيعاون، متفقين معاه ولا متفقوا معاه ولا، تعطي الاراء ديالو. واش بالشرط تيكون هو جورناليست عادي يهضر؟ وراهم جورناليست راهم تعتقل. يلا فين هو المشكل؟ ها هما بزاف فيهم راه معتقلين، تا هما غير هضروا، تا هما كتبوا مدونات، كتبوا راهم تعتقلوا. لكن واحد التناقض في البلاد، كاين واحد التناقض. وحنا نشوفوا دابا على ما سمعت قال لك تعتقل، وما خصوش تعتقل، تدوز الحكم. انسان ما تيكون بريء، تيكون بريء حتى كتخرج الحجوز وكتسد المحكمه بانه قلتي بانه راه متهم، عاد كيتعتقل. اما بحال واحد الانسان بحال رضا معروف، شدو تعتقلو عاد تبقى تبحث معاه، ماشي مجرم، انسان معروف. واخا السيد وزير الوهبي دار شكايه، نعتقلو هو غير حيت هذاك وزير دار شكايه، نعتقلو السيد. دابا حنا كنا كنتقاسو. دابا انا علاش كنهضر؟ انا كمغربي كنتمس، كنبغيش الدوله ديالي انا تكون هكذا، ما كنبغيش بلادي تكون هكذا، ما تبغيش. لان علاش؟ حقره، هذه كتولي حقره، والغربيين تيعرفوها. حنا تيعرفونا، حنا محقورين. كيفاش بغيتي يقدرك؟ كيفاش يحترمك انت في بلادو؟ كيفاش بغيتي يقدرك؟ كيفاش تقول له انا مغربي ولا انا جزائري ولا انا تونسي؟ تحتقرك، تحتقرك. وهاد الحقره راه كتمشي حتى للاعتقال ولا التعسف ولا في هاد البلدان، في هاد اوروبا هادي. نعطيكم مثال، السوسي مارا، شكون اللي كيعقل؟ الناس القدام كيعرفوا السوسي مارا. السوسي مارا كان كاتشور، كان ارتيست كاتشور. كاين خوه كان ساكن في بوسبيل القديم، دربتازي. خوه كان عنده لاسانتير نوار في الكاراتي، وكان عقل على خوه مزيان، كان عقل عليه مزيان. كان خوه كان واحد انسان ما تيبتسمش، ديما مشكرف، ديما الله يرحمه، ديما معصب، ما بطلقش. حنا ديما موجد المضاربة، ديما كتشوفو غادي، ديما موجد، ديما عليرت. هاد الطبع ديالو هذا، شوف فين غادي يأدي ليه هاد الطبع ديالو. كان ديك الساعة واقيلا مازال أوروبا ما عندهاش فيزا، بقى ما دايرهاش فيزا. سمها وخدا الباسبور ومشى لألمانيا، مشى عند واحد السيد صاحبه تما والدرفتازي، مشى عنده ريح عنده داكشي. واحد الوقت هذاك السيد اللي اسمه مسكين استقبله اسمه برك، عنده في الدار بزاف، وانسان كيعيش في اوروبا ولا في امريكا، راه الى بركتي شهر ولا شهرين، راه دار معاك واحد شي حاجه اللي مدينه ماشي ديلاش معاك شي واحد. واحد الوقت تيقول السوسي خصك تدبر على راسك، انت انا ديبانيتك، ما بغاش يخرج لي من الدار. هذه قصه كنعاود لكم بجرات بصح، كنهضروا على الحقره. ما بغاش يخرج لي من الدار، هذاك عيط للبوليس، قال لهم هذا راه وقع. جاو البوليس المانيا، هادشي كنعاود لكم في المانيا. جاو البوليس قال لي انت خصك تخرج، قال لي انت هز الباليزه ديالك. وي انا قلت لكم الطبع ديال السوسي، هذا ماشي خو الكبير كاتشور الصغير اللي عنده لا سانتير نوار، سمهاو تزايد معاهم في الهضره، ويضرب ضرب واحد فيهم طاح. يعني كيعاودو تحاماو عليه، شدو كتفوه بالمينوط، هما يبقاو عليه بديك الكروس، ديك الكروس ديال اسمو، بقاو كيضربوه هنا وكيضربوه اللانك، قتلوه في البلاصه عمدا، ضربوه عمدا باش يقتلوه. علاش لو كان امريكي ما يديروش لي داكشي؟
كان سويسري ما يديروش ليها داكشي، كان فرنسي ما يديروش ليها، حيت مغربي. شي حوغرافي كاينه، واش حنا نلومها؟ على من نلومو حنا؟ على شكون غنلومو حنا في هاد الحقره هادي؟ حنا خصنا نعطيو قيمه لريوسنا، خصنا نعطيو قيمه، نعطيو قيمه لريوسنا، نعطيو المثل. حنا عندنا ناس كيعيشوا في المغرب، كاينين لي زامباسادور، كاينين القنصلا، كاينين هادو اش كنقول لهم، كاينين ناس كيعيشوا معانا غربيين كيعملوا تجاره، واسمو هما تجسس كيتسوا عنا، كل جواسيس. المغرب كله عمر جواسيس، ما كيشوفوا الحالات ديالنا النفسيه كي دايره، كيشوفوا الحالات كيفاش حنا كيدرسونا، كيفاش كنعاملوا بعضياتنا، كيفاش ما احترموش بعضياتنا. كلشي داكشي تيكتبوه هما، تيكتبوه كيعطيو. حنا فين وصلنا؟ النيفو ديالنا فين وصل؟ المود دو في ديال مثلا ديال المغرب والجزائر واسمو فين وصل؟ واش حنا وصلنا لواحد الخطر، واحد التوعيه، لان قد ما وعينا وقد ما اسمو كنخطروا عليهم، كنخطروا عليهم. حنا دابا في البدايه ديال محمد السادس الله يذكره بخير، بكل احترام، ملي جات الحكومه ديال يوسف اسمو، جا واحد المنهج ديال واحد التقدم، تسامح كذا الى اخره، كذا الى اخره، الحقوق وهذه وهذه. دابا ولا كاين داك الشيء، دوك بحال ديك الشجره اللي كتعطي لي فروي وجف عليها، جف عليها الجفاف، وبدا الورق ديالها كيطيحوا والفروي ديالها كيكرموا، لي فروي ديالها كينشف. هادشي واقع، هادشي اللي شفت. واللي كدير الاعتقالات، واحد دار واحد التدوينه، او جورناليست دارت واحد التدوينه، او كتبت واحد المقال وتتعتقلوا بواحد العدد اللي خارق، باش تعطي الانسان علاوه وتعطي 3 سنين ولا عامين. هذه راه ماشي قانون، هذا راه ماشي من القانون. هذا الحكم اللي صدر على هذا الانسان ولا الانسانه راه ماشي من القانون، هذا كود تليفون. انا كنعرفوا هادشي، ماشي اغبياء، كنعرفوه. من بحال اللي تيقولوا الناس، ما نضربوش الشمس بالغربال، كنضحكوا على رؤوسنا، كتحكوا على راسنا. السي وهبي بغيت تعطي قيمه لراسك، اعطي قيمه للبلاد، ما تشوفش راسك. علاش كتشوف راسك انت؟ نارسيستيك، عندك نارسيزم، خصك داوي راسك. شوف القيمه للبلاد هي الاولى، انا وطني هو الاول اللي كيسبق. انت كوزير، انت كعضو في الدوله، تيخصني نقدم الدوله ديالي ونعطي الافاصات ديالها بوجه نقي وقوي، ماشي بضعف. داك ضعف هذاك، شو انسان قال لك كلمه صافي تحطمتي كلك لداخل الترول، خصك دير واحد السلم كبير، تعاود تشري سلم اخر كبر من هذاك السلم اللي كان عندك، باش تطلع، باش تولي تطلع عليه من الفوق. انا شتي العيب فين كاين؟ وكنقدم تحياتي وكل احتراماتي ديال الناس اللي هما ذكرهم طوجني، رضا طوجني ذكرهم، ودار الكريتيك ديالهم، وناس كبار، كبير هو الله، وما عمرهم دعوه وما عمرهم اذوه، لكن ناس كبار اللي هما كبار، اللي هما اصبعانهم يحركوا، يديروا كراكيز، يحركوا اللي بغاو، وما هضروش معاه. ولكن انا ماشي نايف، ما نكونوش نايف. هاد الناس الا كان هادشي اللي كنعبر عليه فهاد الشعور ديالهم عندهم، الله يكمل عليهم، الله يجعل ربي كثر من قرانهم، الله يجعل ربي يقويهم، يزيد يعطيهم قوة، قوة الذكاء، وقوة الصبر، وقوة التركيز، التركيز. ف إلا كان شي واحد تيلعب جوج الأدوار، يعني يقدر يكون مثلا ما تيقول والو ولكن تيراقب، ما نقولوش رضا زلق حيت قال هاد، قال الوهبي قال لي خصك تريزاين. انت كتعرف، انت اللي كتعرف تقاشر اللون ديالهم ولا الريحه ديالهم، وما عرفتيش هادوك اللي كانوا لي بارو اللي كانوا معاك. هذه ماشي زلقه، هادشي كلشي كيعرفوا الناس، كاع كيهضروا عليها، الجرائد كلشي كيهضر على هادشي. ولكن يقدر يكون واحد الانسان مور هذاك الوزير، يقدر يكون وتيقلب على الوجبه وين غزل الوزير، يقول لي دابا هذه هي
هذه هي الاوكازيون. يلاه دحينا انت غنغزو دحينا انت حط لي كره في القائمه ديال البيلاتي، انا نضرب كره الماركيت بيت. شفت شنو بغيت نقول لكم؟ تحت لي كره على الماركيت بيت. تقدر تكون، تقدر تكون هذاك يعني ذاك الصهيل وديك الهضره انا غادي نديروا تاريخ، انا حنا المغرب غنديروا تاريخ. واش سجلتوا تاريخ؟ والله الا كتسجلوا التاريخ، والله الا بدلتي المغرب، والله الا غادي تبارك الله خدامين زوين وكديروا لنا تاريخ زوين، راه هادشي راه يبقى عليكم، هادشي راه يبقى تاريخ. هادشي راه الطوجني غادي يلوز داكشي اللي كتب عليه الله. امين. انا ما نتفقش مع داكشي اللي كتب عليه الله، ما نتفقش انا معاه. انا تنقولوا غير بالمعنى، واقيلا هادي غير معنى ولا تا غير معنى، ما قصدناش القصد ديالنا الله اللي كتب عليه. لا 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 لا، بنادم اللي كتب عليك داكشي، بنادم بالمرض ديالو، بالمرض ديالو، بالنفخه ديالو، ديك النفخيه ديالو، داك الديزيز، المرض اللي فيهم نفسانيا، هو اللي كتب عليه. ماشي الله، الله ما كيتعداش، الله ما كيتعدى على حد. ولكن قال لك اللي دعا بالقوه تيموت بالضعف، اللي دعا بالقوه تيموت بالضعف. إذا كنتي كتسحب راسك بأن راه عندك القوة دابا وتعتقل اللي بغيتي وتستعمل القانون بطريقتك انت وتمشي تغير القانون ديرو في الصالح ديالك انت وتكوفري على واحد اخرين واسمو، هذاك الشيء كله غادي تخلصو في الدنيا، غادي تخلصو. فإذا بغيتي تدخل بنادم الحبس، هي ادخل بنادم الحبس مني انا وجبد، ولكن راك غادي تأدي، والله العظيم تتأدي، بالله اقسم لك يمينا تتأدي. انا ماشي تنقول لك انا غادي شي واحد يتكرفس عليك ولا لا، ماشي هذا هو قصدي، ماشي قصدي، بان كل حاجه اللي كيدير الانسان في هذه الحياه في هذه الدنيا هذه اللي هي ضد التقوى، راه كتاخذ المجرى ديالها، راه سبحان الله العظيم كتاخذ المجرى ديالها. والله العظيم الا بنادم كيخلص في الدنيا، وراه كاينين الناس اللي كانوا في الدوله اللي كانوا كيديروا مع المصائب ما عرفهم حد، ما عمر شي جورناليست كتب عليهم ولا شي حاجه، وحنا ما تنسمعوش عليهم، وراه هما في الفراش. الا ما قلبتيه ما يتقلب، الا ما قلبتيه ما يتقلب، الا ما جاوش بالدنيا الخرق ينعس في هذيك الليله بداك الحموضيه ديالو. كياخذوا العذاب قبل ما الله تعالى يصيفط الملك ديالو باش يقتلوا الروح. خليه يتعذب، يذوق العذاب هنا في الدنيا. وفكروا مزيان، فكروا مزيان، راه الموت قريبه، راه الموت قريبه، راه حنا يوميا يوميا كتمشاو كناكلو كنسوقو الطوموبيل وشدو الطياره وكنهربوا من الموت يوميا. خص تكون كل انسان هذه في الضمير ديالو. واحد تيقول لك تيقنت، تيقنت من الرحمه ديال الله، تيقول لك انا الله اش عطاني، مثلا الله اش عطاني، انت راه ما عرفتيش، شتي هذاك الوقت اللي خرجتي من الدار، شتي ذاك الوقت اللي خرجتي من الدار، عقلت. وانا كنت هضرت على ذاك السايكل ديال التايمين، تايمين تايمين، شنو هو التايمين؟ التايمين تيكون في الاندوستري، في الكلاج، تيكون كلشي. هاد التكنولوجيا عندها التايمين، كلشي عندها التايمين، وهي جات منين جات التكنولوجيا؟ جات من التايمين. شنو هي التايمين؟ التايمين مثلا نعطيكم انا مثال ميكانيكي. التايمين دابا الموتور، الموتور ناخذ موتور فيه سيلندر واحد، فيه بيستون واحد، وكاين بوجي واحد، فداك البيستون كيهود، ملي كيهود كيجر الغاز، كيجر داك ليسونس الغاز، هذاك واحد السوباب، واحد الفالف كيخرج هو اللي كيخرج منه الغاز، كيهود داك البيستون، ملي كيبغي يطلع داك البيستون كيرجع داك السوباب كيسد. علاش كيتسد؟ باش تيبقى داك الغاز اللي غادي يكون كومبريمي، كيكون كومبريمي مع الاكسجين. كاين البوجي، البوجي اش كيدير؟ داك السبارك، عقلتوا ولا السبارك اللي قلت لكم تشارج ديال حل ديال الوقيده، ملي البيستون كيبغي يطلع هذاك البوجي كيطلق داك السبارك، داك الكومبريسيون مع داك الضغط ديال الغاز مع داك السبارك كيوقع اكسبلوزيون.
ما بين الحركه ديال الفالف والحركه ديال البيستون والحركه ديال البوجي، تيكون عندهم تايمين، تيكون داكشي يعني مصاوب يعني بواحد يعني بحساب بالعبار، تيكون تايمين. كاين تايمين في الميكانيك، وكاين حتى التايمين حتى في الكره، حتى في الكره كاين تايمين. الا ما عندكش تايمين ما تكونش لعاب ماهر. فمثلا مارادونا واللعابه الكبار اللي هما كانوا معروفين اسمو، كانوا كيدريبليو بالتايمين، كانوا كيدريبليو بالتايمين. ملي كيجري هاد ولا قلت انا كنت كندير انا بيت، ملي كيجري كيعبر داك السبيد ديالو ما بينو وبين الكره، كيولف كيطبع ديما هذيك الكره ملي كيلغزها وكيجري، ما تيلغزهاش بزاف، ما تيلغزهاش قل، ديما في التايمين. وهذاك التايمين ديما هو اللي كي يعطيه الفرصه لاي واحد جا غادي يدرب ليه، اي واحد جا. تشوفوا مارادونا، تفرجوا رجعوا لمارادونا شوفوا التايمين ديالو. وكاين داك رولاندو كان كيدير حتى هو، رولاندو ديال البرازيل حتى هو كان يديرها. هادو كلهم عندهم التايمين. ميسي كيدير حتى هو، زيدان حتى هو عنده التايمين. هنا ماشي اللاعب كيتقد تيولي كي جياش كيدير. المهم علاش هضرنا على التايمين؟ قلت لك ملي تتقول كتقنت بالرحمه الله وانت يلاه خرجتي من الدار، هذاك التايمين الله سبحانه وتعالى كيصوب لك التايمين ديالك. يلاه انت دابا الشارع، باش غتمشي الشارع كتمشي بواحد الريتم، كتمشي بواحد الريتم الشارع، عندك واحد التايمين ديالك، عندك واحد التايمين ديالك، كتمشي بالزربه او كتمشي بشويه. وترك ما غاديش، راك ما غاديش انت راسك اللي كديسيدي، راه ماشي انت اللي كديسيدي. شفتوا شنو عندك؟ لا ديسيزيون بغات تمشي للحانوت ولا تمشي للجامع، عندك ديسيزيون، ولكن داك التايمين اللي غادي فيه انت، التايمين اللي غادي فيه ديك الخطوات وداك الشيء، ماشي انت اللي كديرو، ماشي انت. في الطوموبيل نفس الشكل، في الطوموبيل راك انت سايق، ولكن التايمين ماشي انت اللي كتحكم فيه، التايمين ماشي انت اللي كتحكم فيه، الله سبحانه وتعالى هو اللي كيتحكم فيه. شفتوا شنو نقول لكم؟ علاش جبت لكم هذا الموضوع ديال التايمين؟ لان الوقت اللي كتم غادي انت خارج من الدار وغادي تقطع الشارع، واحد كاميو، واحد كاميو راه داز، يقدر يكون هذا الكاميو مازال عنده التايمين، مازال ما داش. نعطيكم اكزامبل، ويكون هذاك الكاميو عنده نفس التايمين اللي عندك انت، الوقت اللي تبغي تقطع الشارع يضربك. فشحال من خطره حنا كنخرجوا او كنسوقوا الطوموبيل ولا موتور ولا بشكليط ولا غاديين، وسبحان الله العظيم كنا في العالم، كنا هذاك التايمين الله سبحانه وتعالى تيتحكم فيه تينجينا. اما ديك الطوموبيل اللي كتهضرنا كدوز قبل، واما كتعطل، شفتوا، واما انت كتب غادي وكتعيط لك اختك كتقول لك راه نسيتي السوارت، سبحان الله العظيم. ف هاد التايمين راه مهم، مهم بزاف بزاف بزاف. فشوفوا دابا انا كنشوف، كنتفرج بزاف في هاد الايامات بزاف، كنشوف دوك القصص ديال، راه العدد ديال الطيارات اللي طاحوا راه واحد العدد، احنا ما عندنا معلومات اخوتي. راه الا تفرجتوا في العدد ديال الطيارات، والله ما بقيتوا تقدروا تركبوا في الطيارات، واحد العدد الكوارث ديال الطيارات اللي وقعوا ما فراسناش. انا كنتفرج فيهم جوج سيمانات وما ساليتهمش، جوج سيمانات كنتفرج في الحوادث ديال الطيارات. وسبحان الله العظيم الفكره عندي ديال التايمين، حيت انا كندير الميكانيكو اسمو، وكنت درست هنا في، كنت ندير تكنيسيان ميكانيسيان، مشيت للمدرسه داكشي ما كانش عندي الانجليزيه، وكنت متفوق انا هو واعر فيهم ميكانيك. والله ما نتفخر لكم، انا الدراري كيعرفوني في المغرب، كنت انا هو واعر في الميكانيك في المدرسه كلها، ليكول كلها. وغالي الميكانيسيان كيجيو كل خطر، ملي كتجي طوموبيله جديده تيخصك تمشي تقرا، دابا الميكانيسيان عام عامين تيخصك تمشي تقرا، دير ليكول التكنولوجيا الجديده باش تبقى شاد، باش التايمين ديالك، التايمين ديال التايمين تبقى شاد في التايمين الريتم. شفت هاد الهضره هادي؟ لا مش راجل، جبت لكم على هاد القضيه ديال، المهم تنعاود نتراجع. ديسكونيكشن ديسكونيكتد من الفكره، وقع ديسكونيكشن، ولكن الكونيكشن غادي يوقع، غترجع الكونيكشن، معليش.
فمسألة التايمين كنا كنعيشوها كنا كنعيشوها كنا. فلهذا انا علاش جبت هذا الموضوع، انا كنقول الانسان اللي تيقنت بعد خات وتيقول لك انا ما الدين مثلا الدين الاسلام ما دار لي والو، انا مسلم كنصلي اسمه ما دار لي والو، او الله سبحانه وتعالى ما دار لي والو، كنعمل كنحاول لا، راك يوميا يوميا الله سبحانه وتعالى كينجيك من شي كارثة. ف رجعت لكم انا رجع الكونيكسيون دابا، كنت كتفرج في هاد الحوادث ديال الطيارات، كاين اللي كان غادي غاتش الطياره غادي يشوف الطياره وهبط عليه الطياره وهو ردد وتخدد وما خلى ما دار، وفي الاخر في العشيه رجع للوطيل واسمو تيحط التلفازه كيتفرج لقى ديك الطياره اللي مشات طاحت في البحر ولا اسمو. سأل تايمين، سأل تايم مين الوقت، سألت الوقت. فهنا هنا الانسان تيقول لك الله سبحانه وتعالى نجاني، انسان ما يقنتش في الرحمه ديال الله، ما يقنتش في الرحمه ديال الله. واحد واحد تيقول لك علاش الله نجى هذا علاش ما نجاش هذوك، وهذوك راه بعدا هذوك اللي مشاو طاح الطياره مشات اسمو وراه مشاو للجنه. الله سبحانه وتعالى كيعفو على هذوك الناس اللي كيمشيو في الكوارث، تيعفو عليهم مشاو للجنه، غادي تموت غادي تموت على كل حال. انت صغير عندك 25 ولا 30 عام ولا 60 عام ولا 70 عام ولا 10 سنين ولا 11 عام ولا 12 عام، المهم وفى هذاك الوقت ديالك، جا هذاك الوقت ديالك مشيتي. كاين عده اسباب، كاين ميكانيزم في الطياره، كاين لافوت ديال البيلوت، كاين كذا، نقدروا نمشيو نقلبوا الاسباب ونسمعوا كيجمعوا نديروا التايمين، نخليو كاع داكشي نديروا حنا جلوبال، داكشي كاع جلوبال نجمعوا نحطوا في واحد الكونتيست نقولوا التايمين. فملي تخرجوا من الدار، حنا من العدد ديالنا مسلمين كنقولوا توكلوا على الله بسم الله، كنخرجوا من الدار كنمشيو، كان ديما نكونوا واعيين بالتايمين ديالنا، خصنا نكونوا واعيين بالتايمين ديالنا. راه ما عرفتيش حتى الوقت اللي خرجتي راه تزادلتي درتي واحد الديكالاج مع واحد الخطر كان يوقع لك. هنا وقع واحد الصيف واحد كانت الحراره اسمو منهطر، هنا كان واحد الكوبل، واحد مرا وجوج غاديين منهطر في هاد العمارات الكبار، وطاح عليهم داك من الشجر طاح عليهم داك، عندي واحد الفيديو نيت شي واحد مسكين كانوا قاعدين في الاوروب نيت نجي لكم، هادو طاح عليهم داك كليماتيزور كنقولوا الاي سي اير كونديشنير، طاح عليهم من الفوق. تايمين، مسألة تايمين، جو الوقت اللي هذاك داك الاي سي جليسا وطاح عليهم. كانوا الناس قاعدين في الريستورون كانوا كياكلوا ويشربوا في الريستورون في منهاتن، في منهاتن هذه وقعت 2004 ولا 2003، كانوا قاعدين ريستورون داخله والتريتوار عريض الرصيف عريض والريستورون داخله. انا كنقول لكم على القضيه ديال المسؤولين الجماعات والعمالات، ديروا الرصيف عريض ديروا الرصيف عريض، ما تبقاوش ديروا الرصيف ثقيل. ديما كنهضر راه مهم 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 بزاف بزاف مهم بزاف، بغينا نديروا هذا الموضوع على الرصيف عريض، لان المستقبل حتى الا بغيتي ديروا المترو ما توحلوش، اما الا بنيتوا ضيقي بنيتوا العمارات بغيتي دير المترو غتوحلو غتوحلو باش تحفروا. المستقبل ديال بنيو على المستقبل، بنيو على المستقبل، شي بغيت نقول لكم. المهم هادو كانوا قاعدين في الريستوران، واحد خينا طاكسي، طاكسي جاي كيطير، طاكسي صفر فهنا في نيويورك جاي كيطير، ما عرفتش اش وقع ليه، واش وقع مشكل ديال الميكانيك ما تحكمش في الديريكسيون، واش بغى يفريني ما لقاش الفرين، ما عرفناش شنو وقع، هرب طلع فوق الترطور ومشى للريستورون وضرب فيها قتل فيها شي 20 واحد في الريستورون. ما الناس في الريستورون كياكلوا ويشربوا. يلا راه كاين اللي كانت عنده رونديفو مثلا باش يمشي لهذيك الريستورون وريزيرفا الطبله ديالو تعطل عليه شي واحد ما مشاش، ولا كاين اللي تعطل ما مشاش للريستورون، او اللي كان داير كاين غادي يكون عنده موعد ودير ريزيرفاسيون وانيلا ريزيرفاسيون انيلا مثلا، يقول لك الحمد لله ما مشيتش، كون مشيت كون تقتلت. هادو راه في الريستورون، راه حتى واحد ما سالم، انا كنقول لكم راه لا تقول راسك راك سالم ولا ناجي ولا شي حاجه. انا عطيت لكم على
ياك عرفت لكم القصه ديال الركراكي مول ستاسيون توتال اللي تبعني على ديك البلاصه اللي كنت كنخدم فيها في شارع الزيراوي. يتعاود لكم اش وقع، نعاود لكم اش وقع. هذاك السيد تبعني هذيك البلاصه في حدا الستاسيون ديالو فين كنخدم انا، تبعني عليها، تبعني عليها ومشى حرش عليا القيد ياك. ومشيت في حالتي انا، مشيت درت لاكارت ديال الشوماج ودرتها في جيبي، مشيت دبرت على كراج واخا تكرفصت هذاك العام، تكرفصت مزيان. تيعاودوا لي انا مشيت لسويسرا وجيت انا عطلة واسمو، تيعاودوا لي الناس مالين الطاكسيات، تيعاودوا لي عبد الله ما عرفتيش هذاك خيناش وقع لي داك اللي دار معاك؟ قلت له قال لي انا كان غادي بغا يقطع الطريق، وصل وقلت باش يقطع الطريق كان يليز. دابا انا هادشي كنقول لكم كيعاودوا لي الناس، انا ما كنتش، انا كنت في سويسرا، تيعاودوا لي قال لي كاميو ديز فيه عنده واحد القنانب، عنده دور القنانب شي سلعه اسمه، وهذه القنبه فيها كروشي، فيها كروشي ديال السلك، كروشي كيكروشي بها. هذيك القنبه طلقات الوقت تايمين، تايمين كنهضروا على التايمين، شكون اللي كيتحكم على التايمين؟ تيقول لي انا قلت لكم انا فسرت لكم شكون اللي كيتحكم في التايمين، شكون؟ ماشي انا ولا انت ولا شي واحد اخر ولا الوزير ولا لا، الله سبحانه وتعالى هو اللي كيتحكم، تحكم في التايمين. مع الوقفه كان يدوز بواحد السرعه داك الكرسي خرج ويجبدو من 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 قالوا لي جبدو من فيستا ولا جاكيت كانت عنده السرعه، جبدو خشي تحت الروي داز عليه. هذه راه كنقول لكم قصه حقيقيه، هادشي راه كنقول لكم عندي علاقه مع داك خينا هذاك جداد ليا، وماشي دابا غير حيت انا العالم الله الله اللي مطالع، لان العمل ديال هذاك السيد سيء، وشوف اش دار مع شي واحد اخرين، والعالم الله اش دار مع واحد اخرين. لان من تيكون انسان سيء ما تيكونش سيء غير معاك انت، من تيكون انسان ظالم ما تيكونش ظالمك غير انت، راك كتكون ظالم ناس اخرين. ف نتمنى هذا الميساج يوصل للوهابي، هذا خير، هذا خير. احنا انا ما كان نوصلوش بالسوء، ولا ما بغيت ننبهو باش ربما انسان يكون مسامح ويكون يتحمل المسؤوليه، المسؤوليه ديالك السي سي وهبي. انت قلتي باغي دير تاريخ المغرب، راه كدير في تاريخ المغرب، وشوف اش من تاريخ كدير، لا انت ولا هذوك اللي وراك. هادشي ما كيشرفش البلاد ديالنا، ما كيعطيناش قيمه حنا، ومن حقنا كمواطنين نهضروا. ما عادش نسبوك، ما عادش نمشيو لك اعراض شخصيه، ولكن عندنا ما نقولوا لك، وحنا كنشوفوا، وانت ولا واحد اخرين انتم اللي حطيتوا ريوسكم في ديك البوزيسيون باش تسمعوا الكريتيك. والكريتيك الكريتيك راه اصلاح، راه ماشي راه اصلاح. انما الناس فينا هما الاحزاب؟ الاحزاب تما خصهم يخرجوا، فينكم الاحزاب؟ يا فينكم ملي كتمشيو الحيط القصير كتطلعوا عليه، ملي كيجي حيط طويل خصكم شنو؟ خصكم لاساسور؟ ايوا خرجوا الاحزاب، ديروا حقكم، طالبوا، دعيو هذاك الوزير، دعيو وكدعيو الناس ديالكم، الناس ديالكم ما كتحقروا عليهم حتى نتوما، شي كيحقر على شي. منطاليتي هذه انا قلت لكم انا قضيه ديال الحقره، قلتها لكم شحال هذه، قلت لكم راه حقره سيتي مالادي، راه ملي كيتحقر الدري الصغير داكشي علاش الدراري الصغار ما خصش تحقر عليهم، ما تبقاوش تحقروا على الدري الصغار، راه هذاك جيل صعيد، ذاك جيل هو اللي غادي يكون مدير وغادي يكون وزير ويكون طبيب ويكون، راه الا حقرتي الدري الصغير وكبر في الحقره راه كيولي حقار، الا الى هدى الله، الا الى كان تابه وصلح راسو. راه فين ما كترسخ شي حاجه الدري الصغار راه هما كيعاودوها في التاريخ، هادشي راه معروف. ما بقاش حقروا على الدري الصغار، ملي كيكبروا ملي تيكبر كيولي حقار، تيكبر كتولي عنده السلطه وكيتو كيبدا يحقر عباد الله لانه عاش في حقره. دونك تيخصنا الشيء اللي ما كيتقبلش لا هيميلياسيون اللي كيتقبلهاش، راه كيجي واحد الوقت تايمين، نهضروا على التايمين، كيجي واحد الوقت، انا كنقول كيجي واحد الوقت وراه كنهضروا على التايمين، سبحان الله العظيم. شوف الهضره كيفاش تتقارن المقارنه، انا هضرت على التايمين، في المغرب ما كنهضروش على التايمين، حتى هنا ما تيعرفوا، هنا تيعرفوا لي جينيور لي تكنيسيان، الناس اللي في الميكانيك
يكثروا لكم وما تعرفوا التايمين، بزاف الناس على ما تعرفوش التايمين. فحنا كنا كنهضروا على التايمين، تنقولوا كيجي واحد الوقت، شنو معنيتها؟ كنهضروا على التايمين، غادي يجي واحد الوقت اللي غادي تعيش في الهيميلاسيون. الا ما كنتيش كتعامل مع الهيميلاسيون اللي كتحس براسك واحد الانسان نقدك، يعني كريتيكات، وما كنتيش كتعامل معاها جديا، فحال سبحان الله العظيم بحال الذات ديالك الا كنتي كتعامل معاها سيء، بحال الذات ديالك كنتي كتكمي وكتسهر واسمو، كيجي واحد الوقت اللي الذات ديالك كتعذبك، ما تقدرش تنعس، كتكحب، ما تقدرش تنفس، ما تقدرش تطلع في الدروج، ما كتطلع، نفس الشكل نفس الشكل، كاع الحاجه اللي ما كيتقبلهاش الانسان في الحياه كتجي واحد الوقت واحد الظروف كتحطو الي بروف، كتقول له ها انت، انت كنتي كتفرعل، كنتي معنتت، ها انت دابا وعيش هذه اللحظه، مر منها، كنتي كتهرب منها ومر منها، مر خوض دوق. فهذا انسان خصو يكون على بال، راه الحياه هذه، راه الدنيا هذه. المهم كيسميو هذا، كاين واحد دو تيرم كيسميو هذا النارسيزم، يكان سيدد، واش يكان سيدد، واش انجليزيه ولا فرنسيه، والله الا نسيت، عندها هذا المصطلح ديال النارسيزم. نارسيسك، انا ترى اخر ستورب. بون، هضرنا على المواضيع ديال الاسبوع، هضرنا على المواضيع ديال الاسبوع ديال بلاك شيب. دابا ندوزو مرحلة انتقالية، نشوف واش عندي شي حاجة ارتستيك. كنتمنى هذا الموضوع اللي جبت مهم وفي الفائدة، دخلت عليه شي شوية ديال الإحسان، شي حاجة دخلت عليه جديدة ديال دخلنا عليه شي شوية ديال الآرت. كنتمناو نقدموا بلادنا لقدام ونعطي واحد الصوره زوينه للبلاد، نعطي واحد القيمه لرؤوسنا والشرف لراسنا، ما بس عملوا للاسف كاين ناس اللي هما مغموقين على انفسهم، مغموقين وكيعيشوا في داك النارسيزم، وكيشوفوا رؤوسهم هما الاولين، هما الاسبقيه على 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 لي زانتيري ديال الدوله على البلاد. فهاد الناس ما خصوش يبقاو في الحكومه صراحه، الا كتشوف راسك انت هو الاسبقيه ديجاج، خاصك تمشي، البلاد هي الاولى. شنو نديرو انا، والله ما عرفت. عرفتو هاد قلتو هاد لافير ديال هاد الحصان، راه كاين جي سولفي انجليش، جي فرنسية مع العربية مع الانجليزية، اللغوية ولات عندي اللغة معجولة. لقيت هذا، غادي ندير واحد ديمونستراسيون ديال الحل، اللغز ديال الحل، لان هاد الصوره ديال هاد العود هذا اللي كتشوفوه بيزيك بازيا على الحساب، هادي اللي درت انا راه بالباستيل، ماشي الصباغه، راه صعيب باش دير الباستيل، باش دير الايديفاي
بازي على هذا الحساب، شتي لا باز ديالها الاول اللي خدمت عليه الاول، شتي لي كارو، شتي داك كيتسمى الباكس. باش جبتها هي هذيك، باش جبت هذاك العود لاصق لوريجين ديال اللي شتي التصويره، شتي التصويره ديال لوريجين، ديال لوريجين ديالها هذاك العود، خوه هو هذاك لاصق. دابا قلت لكم هذه خدمه ديال ديال ارتيست فيزياليزم. الحل باش تجيب هذا لاصق، عقلت واش قلت لكم، صرت لكم القضيه ديال الزوايا، هذا هو الحل. الا خسرتي هذه الزاويه، هذه الا خسرتيها عمرك تجيبو لاصق، الا خسرتي هذه الزاويه هذه ما عمرك تجيبو لاصق، الا خسرتي هذه الزاويه هذه ما عمرك غتجيبو لاصق. حنا غادي نديرو تمارين، حاولوا اننا كنت وعدتكم وقلت لكم ودي بان خصني نشوف العود، توعدتكم قلت لكم غادي نبدا نصوفيو هذا المشكل. هذا ضروري، واخا درنا هذا طول يمكن نقدر نخدم على، ما غاديش نقدر نخدم عليه واخا طول، الا درتو عريض غادي يعطيني لي سباس مزيان، ولكن اذا درتو طول العود غادي يكون ضيق. نجربو طول، نشوفو طول، ما خدمش نديرو عرض. واخا قلت لكم انا غادي ندير واحد عمليه ما عمرني درتها، غادي ندير واحد العمليه، هاد العمليه غادي نخدم من الزاويه، غادي نبدا بالزاويه ونقول لكم علاش، باش نعطيو الحل اللغز ديال هذاك الاسم. نبداو من الزاويه، نبداو من الوسط. عقلتو قلت لكم غادي نديرو نرسمو الزاوية، رسمنا الزاوية هذه اللي الوسط هي اللي رسمها ياك. غادي نرسمو، اشنو نرسمو تاني؟ رسمو اللور، رسمو اللور. باش نرسمو اللور خصنا نرسمو من تحت هنا، هكذا ما حنا كنرسموها الزاوية. بالمهم خويا ياك، عندنا هذا، هذه كتروبريزونتي الكرش، وعندنا هذه هنا، عندنا هذه الركبة، هذه بحال الفريخ، شتيها هاد الزاوية هادي دايرة بحال الفرخ، شتو دايرة بحال الفرخ، بحال الفورمة ديال الفرخ، شتيها بحال غدير الفرخ. دابا كندير واحد التكنيك، اوكي، عندنا هاد الزاوية الوسط، عندنا هادي خاوية نخليوها، نطلعوا على هنا،
هذه راه رجل لي هنا، هذه عقلتو هاد الزاوية راه هنا، هاد الجهة هذه. دونك كاين واحد الفرق هنا، كاين واحد الفرق، الزاوية أخرى هنا، كاين واحد الخوية هنا، نخدمو عليها. معليش معليش، هنا رسموا هذه الزاوية هذه الداخل. دابا عندنا هاد الزاوية هنا اللي داخل، الزاوية اللي داخل عندنا هنا، ها يا ولد عندنا هذا، هذا معليش، واخا طويلة معليش، ياك نديرو نشوفو على هنا، حيت هنا شتي هنا راه واسع، واسعة بزاف.
اهلا درنا درنا خدمة ديال لالين باش عبرنا باش تقلنا هذا الرجل كان شي شوية غليظة الشريطة هذه بيرفكسيون بيرفكسيون. فهنا شو كيفاش الحل، كيفاش لقينا اللغز؟ ضروري هنا هاد الزاوية هذه هي اللي عطاتنا لا فورم ديال هذه، هي اللي غتعطيك لا فورم. الزاوية هي اللي غتعطيك لا فورم ديال الديسان. ديما تبازو على هادشي، ديما تبازو على هادشي. والله سيدنا كنتمنى يعني صوبنا المشكل ديال كيفاش نقلو الخدمة ديال الفيزيال، كيفاش نرسمو فيزيال، نشوفو الحاجة على برا ونحطوها في الورقة ولا في الكنفس. كسكت بازي ديما على الخويات، ديما على الخويات، هذا هو. حبسوا هنا إن شاء الله، نشوفكم بلاتي السنين هذه بعدا، نذكركم بعدا هاد شنو 13 يوم. أوكي، كنتمنى كان عندنا درس مهم، كان عندنا في درس في اجتماعي، نقدروا نقولوا سياسي اجتماعي، ملاحظات، تعبير. نتمنوا نصلحوا بعضياتنا، ونتمنوا ننبهوا بعضياتنا، ونتمنوا الخير لبعضياتنا، يكون القصد ديالنا ديال الخير. والناس كتهضر بحال محمد رضا، اسمه باغي الخير للبلاد، ماشي ما عنده قصد، هو ماشي بيرسونيل، ما تاخدش حاجه بيرسونيل. هذا هو المشكل، انت سياسي وزير اسمه، ما تاخدش حاجه بيرسونيل، وحط اسبقيه للبلاد، هذه هي الفائده. وكنتمنى هذه الفائده ديال الرسم اللي وعدتكم به، قلت لكم راه ما مشيت حتى، غادي نحط لكم هذاك العود تما، هو هذاك كما كتشاهدوا. وفعلا قول وفعل. أتمنى الفائدة تعم، وإن شاء الله أشوفكم في المستقبل إن شاء الله، مرة أخرى غدا إن شاء الله، ولا يمكن نقدر ندير شي دروس من بعد يوم نهار الأخر، نشوف. المرة طاح عندنا الثلج بعدا، راه طاح الثلج اليوم عندنا، طاح الثلج، دونك غتكون عندكم الشتا إن شاء الله، غادي يبرد عندكم الحال، غادي يكون الحال باهي عندكم. وانا راه شريت بعد ستيلوات باش ديباني راسي، راه باقي داير داك لا كوموند، باقي ما جانيش، هادي غير شريتو من المحل الدروكري. ان شاء الله تنعاود نجي الماتيريال تاني عاود، غادي نبقاو نستمروا، غادي نديرو بزاف ديال لوحات الرسم، وغنديرو بزاف ديال الفوائد اللي غادي ان شاء الله تعم وتفيد الناس. ونتمنوا الخير لكل شيء، وهذا سمحوا لنا. تبارك الله عليكم سيدنا عبد الله، معكم من نيويورك، نشوفكم الى حلقه أخرى إن شاء الله.
مزيان.